من أساسيات طريق النجاح أن الإنسان لابد أن يدرك أنه لن يصل إلى نهاية طريق النجاح بين ليلة وضحاها، فالصبر والجهد هو المفتاح الحقيقي لنجاح أي إنسان. ويوجد في واقعنا الحالي قصص نجاح واقعية ملهمة لأشخاص بدأوا من الصفر، على غرار المهندس حسام عنقود 32 سنة، أصيل منطقة سبيخة من ولاية القيروان. أنا شاب تونسي كما شباب الكل، ما استسلمتش للواقع، حاولت نغير وحاولت نبدل. دونك لقيت روحي بعد سنوات الجامعية، بعد الدراسة الجامعية، كانت عندي هيك النزعة نتاع الإنسان اللي يلزمه ينطلق في الحياة المهنية بكل قوة، ويستغل واحد شبابه إن شاء الله مازال صغير في العمر، دونك يستغل شبابه كل. أنا الحمد لله بعد دراسة قام 8 سنوات في الجامعة بين إجازة وهندسة وماجستير، دونك وفقني ربي باش أنا سن 28 سنة نلقى روحي عندي صاحب شركة، بالعكس شركتين في فرد وقت. وأنا زاد توقع انتدابي في الجامعة أني أنا ندرس في الجامعة، دونك في سن 28 سنة نلقى روحي ندرس في الجامعة، ندرس في نفس ليزونفي اللي قريت فيهم. دونك أنا القصة وما فيها أني أنا بديت بإمكانياتي الخاصة، الحمد لله يا ربي ما عملت على حتى شخص، كان ثقتي في الله اولا، ثم في امكانياتي وفي طاقتي اللي كان بابا عدها لي. لو انه كان صاحب درايه كبيره ومع معرفه كبيره، ماهوش كان صاحب شهاده علميه، اللي كان صاحب مبادئ في الحياه، لكن المبادئ هذوك هما اللي ولدوا فيا الطاقه. دونك وخذيت الانرجي من غاديكا، وبعد ما خلصت اخر مرحله الهندسه توكلت على ربي وعملت البروجي. زاد حاجه باهي، لان عمري ما اشتغلت وعمري ما عملت حتى كونترا في حتى شركه بدون خبره بدون كل شيء، كانت عندي حاجه برك هي تدفعني من داخل، هي اكد الطاقه اللي بالحق انسان عنده عزيمه وعنده ثقه كبيره في الله عز وجل يقدر يغير ويقدر يوصل. النجاح ليس حكرا على أحد، ولا يقف على الدعم المعنوي أو المادي أو على درجة التعليم، بل يعتمد على مدى طموح الفرد وقوة عزيمته وإصراره على النجاح. طموحي من أنا صغير نكون صاحب مؤسسة ونكون أنا هو الليدر، لأنه تعلمت في أسرة اللي كان فيها الفضل الله عز وجل، لكن البابا كانت عنده كل بعد متاع أنه تتحمل المسؤولية ويعطينا المسؤولية من أحنا صغار. دونك بحكم أني تربيتي كانت تربية تحمل فيها المسؤولية وأنا صغير، دونك هذيك اللي سقلي الشخصية متاعي وسقلي الأفكار متاعي اللي كانت متذببة. لكن بالوقت ما دخلت للجامعة ودرست في الجامعة، وما شاء الله ما درست 8 سنين بعد الباك، عملت الإجازة وعملت الماجستير وعملت الهندسة. كما كل أي مشروع ثم ديفيكولتي، أنا كبديت البروجي 2015 كانت بداية شخص واحد، اليوم ما شاء الله أصبحنا مجموعة من الشباب، مش وحدين يمثلوا معايا إكيب كاملة دي جان اللي هم كان زاد فيهم صبغة معينة اللي هم كانوا حديثي التخرج. ولعبت على العكس هذا، إن ناخذ عباد متخرجين، وحبيت نظهر إنه الناس اليوم بخبرات تونسية وما عندهاش تجربة راك تقدر تنجح في بلادك وتقدر تنجح، فقط يستحقوا إنسان يعرف يقود وإنسان يتحمل المسؤولية ويلقاه وقت الشدة وقت الرخاء. دونك أنا لعبتك الدورة ذيك والحمد لله، وبشينا بشوية بشوية وصلنا اليوم ما شاء الله الشركة متاعنا 5 سنين في تونس من 2015 ل 2020، سي با فاسيل مي الحمد لله أوني لا اليوم، برشا نجاحات برشا تقدم وطموحاتنا كبرت، شركتنا صحيح كبرت لك زادت كبرت معها طموحاتنا، ولت عنا أهداف جديدة وسطرنا الأهداف القدام، قاعدين نخدموا فيها كل يوم، قاعدين نقدموا وكل يوم قاعدين نحثوا في الشباب على انه يصنع يصنع روحه من لا شيء، لانه احنا بدايتنا لنا كانت من لا شيء، كانت بالحق كانت من لا شيء. اليوم الحمد لله نعتبره حتى كما نجحناش غيمو ليسونسييل، احنا نعتبروه العباد يعتبروه نجاح عندنا احنا، هو ذاك بدايه لشيء كبير برشا ان شاء الله. ما كانتش عندي فكره كبيره، ما كنتش انا صاحب مؤسسه قبل، ما كنتش عندي خدمت ولا قريت البرة ولا حاجه، لا صنع تونسي 100% تكونت لنا قريت لنا حاولت نغير لهنا
كانت اخطاء مشاكل من الاول، معناها بمعنى مشاكل شنو؟ بمعنى انه انا ما عنديش الدرايه الكبير اللي كنت نتفاداها باش بالصبر نتاعي وبالحنكه نتاع معناها اللي تولدت عندي بشوي بشوي. الحمد لله يا ربي الاكسبيريونس اللي يجريوا عليها العباد وباش ينجموا يعملوها لبرا، انا عملتها في 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 شركه، في الشركه نتاعنا، وغلطت وتعلمت. واكثر مدرسه انا نمن بها انك باش تتعلم هي الذات نفسك. يعني انا الحمد لله خذيت الرولاف وعمري ما تعاملت بحتى ما خذيت حتى فون، خذيت مرجي نتاعي، خذيته خطوه خطوه خطوه. كان فضل برشا اصحابي اللي عاونوني من الاول وكيما نقولوا فيها ديما الواحد يشكرهم، لكن زاد انا مثلا ثقت في روحي، كنت عندي ثقه كبيره في روحي باش انا قدمت. هذاك علاش اليوم نقول في تونس راهي ارض خصبه للناس اللي بالحق اللي عندها اهداف، الناس اللي عندها طموحات، ماهوش الناس اللي تستنى في القهاوي بمعنى انه تستنى في اكس وغريغ وهو عطانيها وما عطانيش. كي تجي تحكي معاه بالحق راهو برات تجيك ديكا قدامك تتصدم، بمعنى تقول انا ما لقيتش خدمه، شنو عملت انت؟ يقول لك لا هاني كمل تخرجت. راه ما عندها حتى معنى الشهاده اليوم. اليوم في 2020 ما عادش نتعاملوا بالشهاده، نتعاملوا بمجموعه من المكتسبات، مجموعه من نقولوا احنا صنع. راهي مشكلتي اليوم ماهيش مشكلة انه ما ثماش شغل، اليوم ما هي اليوم المشكله الكبيره انه ما ثماش ناس اكفاء، والكفاءه هذه ما تجيش من فراغ، تجي من برشا عمل، تبدا من الجامعه. هذاك علاش انا نحاول نسهر في الجامعه على تطوير الامكانيات للطلبه، لكن زادا نحاول نسهر على نشر الوعي في الطالب التونسي. اليوم في حاجه كبيره برشا شبابنا اليوم الى وعي ولا تحمل المسؤوليه، لانه قادر يغير وقادر يبني في بلاده، يبني شخصيته باش يقدر يبني بلاده. النجاح في الحياة العملية أمر وارد جدا ومن الممكن تحقيقه لمن أراد، مهما كانت الظروف سيئة أو مشينة أو مأساوية، الكل سيان طالما توفرت الإرادة. رسالتي للشباب عامة وشباب تونس خاصة، اليوم راهو ما نستنوش من الدولة أن هي بتشغلك، بالعكس اليوم راهو نم الإنسان اللي يكون هو صاحب المبادرة، هو صاحب الهدف. الناس الكل نمروا بمشاكل، الناس الكل عنا دي بروبليم في البلدان الكل، البلدان العربية خاصة، لكن اليوم احنا ما نسلموش، احنا نحاولوا نغيروا، نحاولوا احنا نبادروا بالتغيير، نحاولوا احنا اللي نقفوا ونقولوا أنا هو اللي نقدر نغير وأنا هو نبني مستقبل. عمرك ما تستنى من حتى شخص باش يبني لك مستقبلك، مستقبلك تبنيه بيدك بتضحياتك بعملك بسهرانك الليل ونهار بالخدمة اللي يلزمك تخدمها بإتقانك في عملك بثقتك في الله عز وجل إن أنت قادر تنجم تكون أنت. نعم تنجم تكون أنت باش بالعمل.